تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباج والحل والحلل، لها مقبلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد صام لله وابتهل. لأصبح مفتونا معنى بحبها، كأن لم يصم لله يوما ولم يصل. ألا رب يوم قد لهوت بذلها، إذا ما أبوها ليلة غاب أو غفل. فقالت لي أتراب لها قد رميته، فكيف به إن مات أو كيف يحتبل؟ أي خفى لنا إن كان في الليل دفنه، فقلنا وهل يخفى الهلال إذا أفل؟ فتلك التي هام الفؤاد بحبها، محفهفة بيضاء درية القبل. ولا ولها في الناس قول وصنعة، ولا ولها في كل ناحية مثل. فقبلتها 99 قبلة وواحدة أيضا، وكنت على عجل وعانقتها حتى تقطع عقدها، وحتى فصوص الطوق من جيدها انفصل. كأن فصوص الطوق لما تناثرت ضياء مصابيح تطاين على انشعل، وآخر قولي مثل ما قلت أول لمن طلل بين الجدية والجبل. تنام في الديباج والحلي والحلل، لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد صام لله وابتهل. لأصبح مفتونا معنى بحبها، كأن لم يصم صار. لا رب يوم قد لهوت بذلها، إذا ما أبوها ليلة غاب أو غفل. فقالت لأتراب لها قد رميته، فكيف به إن مات أو كيف يحتبل؟ أي خفى لنا إن كان في الليل دفنه، فقلنا وهل يخفى الهلال إذا أفل. فتلك التي هام الفؤاد بحبها،
مبهفه بيضاء دريه القبل، ولا ولها في الناس قول وصنع، ولا ولها في كل ناحيه مثل. فقبلتها 99 قبلة وواحدة أيضا، وكنت على عجل وعانقتها حتى تقطع عقدة، وحتى فصوص الطوق من جيدها انفصل. كأن فصوص الطوق لما تناثرت ضياء مصابيح تطايرن عن شعر، وآخر قولي مثل ما قلت أول لمن طال لم بين الجدية والجبال. أي خفى لنا إن كان في الليل دفنه، فقلنا وهل يخفى الهلال إذا أفل. فتلك التي حام الفؤاد بحبها مخفهة بحبها.